انت عايز معجون حديد من اللي هو خلاص نجيب ال 150. مفيش مشكلة ماشي. العدسة بتنقلها نفس السلة. العربية مليانة وما جابهاش مية. الواد راح جاب على هناك لكن هو لسه ما بيرش. طيب يا عم صبري امر الله. اللي هات له اللي هو 2 في 1 اللي هو ابو 50. ماشي. اللهم صل على النبي. ماشي يا خال ماشي. ماشي. يا عم 200 جنيه قلت لك انا 50. انت عارف لو صاحبه عادي ياخده يطلع يطلع بس كده كده ايجار معنا، لكن الواد المشكله فيها ان هو الواد شغال عليها ياخده يمشي بعد كده بكام الناس بقت بدل في مصر. بس هو خلاص بس هو يمشي يعني بس. الواد هاي مش عايزينه.